أهلا بكم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 28% في شهر أيار الفائت مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 42% بالنسبة لشهر حزيران بحسب الأحصاء المركزي. ويعود هذا الارتفاع الذي يأتي في ظل استقرار سعر الصرف إلى تسجيل 8 من المؤشرات 9 الرئيسية زيادات متفاوتة، ويأتي في مقدمة المؤشرات التي شهدت ارتفاعا قطاع التعليم بنسبة 310%. شهد النشاط السياحي تراجعا لافتا في شهر نيسان الفائت بنسبة قاربت 15% بحسب بيانات وزارة السياحة، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى استمرار الحرب المترافق مع حث العديد من الدول مواطنيها في ذلك الوقت على عدم السفر إلى لبنان، واحتل القادمون من أوروبا صدارة الوافدين، يليهم القادمون من الدول العربية. تتعدد منذ بداية الانهيار المشاريع المتعلقة بإصلاح تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وتبقى المشكلة واحدة: تهرب الجميع من التمويل. فبعد إسقاط اقتراح لجنة المال والموازنة مضاعفة التعويض 10 مرات في موازنة العام 2024، برز اقتراحان، الأول للنائب فيصل كرامي والثاني لمجموعة من النواب، وينصان على مضاعفة التعويضات بين 30 و40 مرة. فهل يلقيان مصير المادة 93؟ اليوم متوسط تعويضات نهاية الخدمة قبل الأزمة كان بحدود 70 مليون ليرة، أي ما كان يوازي 50,000 دولار. اليوم هاي التعويضات صارت 800 دولار. هلأ بهاي المرحلة، بما أننا بمرحلة انتقالية، ما بدنا حلول دائمة ومستدامة، بدنا حلول مؤقتة، بحيث أنه أنا بشوف أنه الموظف اللي بيحال إلى التقاعد بيستمر بتقاضي نسبة معينة 50 أو 60% من راتبه، وبتتحمل هيدا الراتب الضمان الدولي ورب العمل اللي كان بيشتغل عنده لحين استقرار الأوضاع وإيجاد حل دائم لهذه الأزمة. يعاني القطاع الزراعي من كساد في العديد من المنتجات نتيجة عراقيل التصدير وصعوبة المنافسة في الأسواق التقليدية، وهو الأمر الذي أصبح يتطلب بحسب رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة زحلي والبقاع طوني طعمي مقاربة مختلفة. أول حالنا ونزرع نعمل أصناف زراعات جديدة ونلاقي أسواق خارجية إلى غير الأسواق التقليدية، لأنه الأسواق التقليدية للأسف ما عم فينا نوصل بضاعتنا عليها نظرا لغلاء كلفة النقل، بالمشاكل الحدودية بالحدود البرية كمان نفس الشيء. تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بإقفال 46 ألف منشأة اقتصادية منذ 27 الأول 2023، وفقا لمؤسسة كوفيس. وتضيف كوفيس أنه من المتوقع أن يفلس حوالي 60 ألف مشروع مع نهاية العام الحالي، مقارنة بأربعين ألف حالة إفلاس سنوية في المتوسط. وتمثل المشاريع الصغيرة التي توظف 5 عمال أو أقل 77% من حالات الإفلاس حتى الآن. ومع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا.